اما انت ولا يا حرامي نعمل ايه بقى في الورطه اللي ورطتها نفسي ده يا لازم تتابعوني طب انا غبيه لازم تمشوا ورايا ادينا اتورطنا كلنا طب احنا واقفين دلوقتي بقى لنا ربع ساعه مستنيين تاكسي يعدي كلها عربيات ملاكي ما اعرفش ايه الحته المقطوعه دي فلازم بقى نمشي شويه يمكن ربنا يكرمنا ونلاقي تاكسي لان احنا كده فعلا اتورطنا توريطه بيعلم بقى لربنا ادعوا يا اولاد ان شاء الله نلاقي تاكسي يا رب نوصل بالسلام الحمد لله لقينا تاكسي المشكله بقى ان احنا نروح البيت ما نلاقيش حمدي هتبقى واكسه كبيره انا ركبت التاكسي وما قلتلوش ان انا معيش فلوس طبعا انا هفاجئه لسه عند البيت فربنا يستر بقى ونلاقي حمدي ويدينا فلوس لان انا حاجتي هناك في البيت فلو مش في البيت حمدي هنتعلق لو ما قلناش اصلا لو كنا قلتله ان احنا مش معانا فلوس كان زمان ما ركبناش اصلا مش هركب وتفتكري اصلا رده فعله ايه اول ما قلت استنى اشوف جوزي صدق كويس ده مش فاهمنا اصلا التركي بصوا مش فاهم اي حاجه ربنا يستر ما نتعلقش كان يعرف العربي لا يا بس لو جه فاهم شكلها ده زباله حسبي بقى معرفتي خسروا العربيه خسروا العربيه الرجل واقف والنبي هنحاسبه وبعدين نتكلم ماشي هعمل بقى اصلا هعمل بقى اصلا ماشي ممكن زي الزفت اقسم بالله انت عملت فينا انت لسه شفت حاجه ده انتوا ايامكم سودا معايا وانت لسه شفت حاجه انت سبتنا من تحت ممنوع الدخول يونس خلاص احنا هزرنا مع بعض الشغل ما انا بهزر انا دلوقتي بهزر بقى بس لقيتي بترتعش من الخط قدام الراجل اترعب انا يا اسطى هعمل لك اللي انا اتفقت معاك عليه ماشي هو اتفق معايا على حاجه وانا هنفذها له خلاص انت عملت بقى لف انا عملت بقى لف خلاص احنا صبحته وعديها لسه شايفين انتوا بقى اتفرجتوا على الفيديو اكيد اتفرجتوا واتبسطتوا وكيفتوا قعدتوا تقولوا الله ينور راحتكم بقى استحملوا بقى اللي انا هعمله فيها محدش يرجع يقول لي ايه كان يومين محدش يرجع يقول لي ايه حرام عليك وفاء والعيال وكان يومين بس انا بقول علن اهو بنهزر كنا بنهزر وخلاص عايز ايه اسمعوا الباشا بيقول ايه نعم اعدهم حاضر ماشي خلاص سامحك انضفوا لي العربيه اول حاجه ده رقم واحد مبدئيا كده عيوني ده انت طقم يلا يلا الفوق فين والحاجه فين قدامي نضفت انت في المقلب ايوه انت اللي عملت المقلب مش عايز وش يلا مش عايز وش يلا عشان جعان عشان عايز اكل البط يلا عشان نحمد ربنا ان هو تنظيف بس خش بعد اذنك بس عايزين نجيب حاجه التنظيف ايوه هننضف ازاي بس والملم شوفوا انتوا عايزين ايه وانا اجيب لكم ممنوع الدخول تشوفوش اليافطه مش شايفين ممنوع دخول شوفوا انتوا عايزين ايه اجيب لكم صابون وليف وبصوا اللي انتوا عايزينه المهم العربيه ترجع نظيفه زي ما كانت اخش اغير هدومي واقلع البوده وعايزه احدث من الاول اغير هدومي واقلع البوده عشان اعرف اخد راحتي ومرشها لك مرش ماشي انا هسيبكم تدخلوا عشان تغيروا هدومكم انا هعمل بقى اصل معاكم للاخر فيك يا اوسه خش يلا اشتركوا بقى في القناة عشان اللي جاي حمادة تاني خالص الناس اللي مش هتبقى مشتركة في القناة هيفوتهم الانتقام اللي جاي انتقام احنا قلنا خلاص وحدة قصاد واحد انا بقول على ان انا هنتقم منكم لا لا ماشي خلاص عهد سليم مالك ضد مالك اول يلا العربية العربية انا مارد نضفوا لي العربية طب خلاص صحيت امك قوام يلا انت سبتنا مش خمس دقايق يلا ماشي انا يا انا انتوا النهاردة يا انا يا انتوا بقى في الاجازة بتاعت المدارس دي ماشي اللي انت عايزه يا معلم اللي انت عايزه كله اللي انت قلت لي عليه كله هيتعمل حاضر من عيني يلا تاديب واصلاح انا بقى اعمل لكم اعاده تاهيل من اول وجديد خليك انت يا يونس ما تعملش معاه ما تعملش معاهم خليك انت يلا عايزه ترجع بقى احدث من الاول طبعا يا جماعه احنا مش بننظف عشان حمدي احنا بنحب النظافه اصلا أيوه. النظافه ثم النظافه ثم النظافه موتي وسم ان المكان يبقى مش نظيف تحس براحه كده تحسبك عندي عسير عشان تمسك الكاميرا وتعمل لها فيها مخرج وتطوعها فكرت في المقلب ده فكرت في المقلب وانت طوعتها ماشي انا هوريك انت كمان نظف نظف يلا كله اشتغل عايزه ترجع جديده ده انتوا لسه اللي جاي احلى يونس هو بيشرف عليكم لو لقيت حد ما بيشتغلش قول لي ماشي عايزك تراجع العربيه كلها بص فتفوته فتفوت ريحتها زفره لي كده في ريحه زفره في العربيه مش هتمشي عشان ريحه الراس تمشي منها ده لازم نولع فيها شويه بخور عشان الريحه اللي فيها دي تمشي انت صح
احنا لازم نولع حتتين فحم ونقيد حبه بخور كده. فحم ايه في العربيه؟ طلعي الريحه. مالكيش على الريحه، انا عارف انا هعمل ايه. خلصوا خلصوا منكم لله، منكم لله. حاسس ان الريحه مديها على ريحه راس، ريحه كرشه. كرشه خلصوا يلا، مش عايز رغ. خليتها لك بتلمع اهو. اه يا عم خليتها لك فل. مرضي كده؟ لسه مش مرضي. دي اول خطوه، دي اول مرحله. يلا اللي بعده بقى على المطبخ. على المطبخ. البط اللي انا عملته ده انا عايز اكل ومحدش هيدوقه. ليه؟ انا هاكل بط النهارده ومحدش هيدوقه. عاجبكم ولا مش عاجبكم؟ ولا احطكم في دماغي؟ مش عاجبكم. احطكم في دماغي. هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ اعمل اللي تعمله. ما تخافوش يا عيال، مش هقدر عليكم. خايفين الاخر تغلب. هو انتوا عصابه بقى؟ ما هو يا تعملوا اللي انا بقول عليه، يا اما بصوا الاجازه بتاعتكم دي مش هعمل لكم اي حاجه من اللي احنا كنا متفقين عليه. لا هيبقى في فسح، ولا هيبقى في خروج، ولا هيبقى في لبس جديد، ولا هيبقى في عيد، ولا هيبقى في اي حاجه. خلص. اللي انتوا عايزينه انتوا عملتوا مقلب، والمفروض ان انا اخد حقي. فهتسيبوني اخد حقي ولا اخد حقي بطريقتي؟ تحب البط مشوي ولا محمر؟ ايوه كده، هاتي ورا. انت تؤمر عايزيننا ليه؟ على المطبخ تعملوا لي بط، وهاكل انا ويونس لوحدينا من البط، مش هتدوقوا منه. يلا. والله تلاقيك مش منظفه حلو. والله يا حرام، ده كله ريش صغير، انت ما نظفتوش حلو. انا ما بعرفش انظف البط. خلصي يلا، جعان جعان وهفتان وزهقان. هاتي البلاط يا بنتي وتعالي يلا ننظف. ولا يهمك يا يونس، يونس قاعد بيسرق لك الحاجه اهو. اهو بصي شايفه، طلع لك الحاجه بتاعتك اهو. هناكل بط انا وانت ماشي، ما ناكلهمش معانا، يعملوا البط وناكل انا وانت. هم النهارده ياكلوا جبنه بقوطه. هتاكلوا جبنه بقوطه؟ عجبكم ولا مش عجبكم؟ هتاكلوا جبنه بقوطه؟ الزربوكي بمزاج، ما اكل لما يفيد مني اكل هبقى اديكم. يلا نعمل له بطه واحنا نعمل لنا بطه. كوبايه شاي وانتوا واقفين كده قبل ما تخلصوا الاكل. ويا بتعمل لابوك شاي. مراد على يونس. حاضر. يلا يلا بنشوف اختها معاك. ولا يهمك يا باشا، انا اعلمهم لك الادب. مش عايز شويه ميه بلدي نحط لك فيهم رجلك؟ فعلا عايز شويه ميه بلدي دول كده، بس انا هخلص البطه. ماشي. احنا نسيس فيه بس كده عشان احنا عاملتنا كبيره صراحه. نسيس فيه لغايه ما الموضوع يعدى وينسى. بعد كده بقى ناخد حقنا. بس ما تقوليش كده لا يسمعك. ساعتين عشان تعملي لي البطايتين وايه كل ده؟ بس ايه رايك؟ والله العظيم حرام عليك، انت كنت سايب ريش كتير رفيع فيه. ريش كتير؟ مش كان بط كتير عمال ادبح في بط؟ افتكر كنت تسيبوني لما اتدفى احسن. انا قلت انا هاكل لوحدي، ليه بقى عاملين لي الحفله دي؟ انا البط ده انا عامله ليا. بقول لك ايه، المفروض بعد الوليمه الحلوه اللي انا عملتها لك دي تصالحنا خلاص. بس كده؟ يعني تخصميني في شارع وتصالحيني في حاره؟ كل ده حاره؟ حاره دي بالنسبه لي حاره. ولا عايز التاني ولا لا؟ الحمد لله اكلكم معايا بس عشان لله بس، مع ان انتوا المفروض واكلين والمفروض ما يبقاش لكم نفس. معرفش انتوا معدتكم دي ليه. لا ده انا مشينا ولما طلع عينينا. أيوه. وبعدين احنا كنا ايه ده، هي حته راس على فخدتنا كوارع ولا في العربيه. على حتتين كرش، حاجات بسيطه. لو ما عجبنيش الاكل اعتبر ان انت ما عملتيش. وبصي ان انا بخطط دلوقتي للانتقام. تطوعوني كده وتسيسوني لغايه لما اقول لكم ايه، صافيه لبن حليب يا قشطه. ماشي؟ مفيش. ولا احطكم في دماغي؟ ممكن احطكم في دماغي؟ لا لو حطيتكم في دماغي انتوا عارفين انا ممكن اعمل ايه كلكم اهو. مش لما عهد السلام خلاص. والاكل انا واثقه انه هيعجبك ان شاء الله. ماشي، بعد ما اكل اقول بقى. نقعد ولا نقعد دلوقتي؟ لما ادوق يمكن يطلع مش حلو واروح قايم. بسم الله، نبتدي بالذكر ولا بالانثى؟ بسم الله. شفت مستوي ازاي؟ يعني دوبك شدتها كده؟ المفروض تعملها نايه يعني ولا ما طبيعي ان انت تبقى مستويه يعني؟ ما النقطه تتحسب لي. بسم الله. حلو، اقعدوا اقعدوا عجبوا شكلكم. لا بس احنا كان اكله في العربيه. هتاكلوا، بعد ما تاكلوا هنقوم نشتغل في النقاشه وهنخلص البيت، وهتشتغلوا ايديكم بايديا. انت داخل على طمع كده؟ اشتغلوا ايديكم بايديا. داخلين على العيد مش عايزين تتفسحوا؟ ظبط النقاشه والدهانات اللي جبناها دي نعملها، تساعدوني وهتشتغلوا، مش هشتغل لوحدي. ماشي؟ لو ما خلصتوش مش هيبقى في لا عيد ولا في اجازه ولا في فسح. لا هنشتغل والله. بعرفك اهو. هنشحن بس ناكل الاول وبعدين نشتغل. تشحني الشحن اللي انت شحنتيه الصبح ده؟ في المشي اللي مشيته بقى قعدت امشي قد كده، طلع عينينا النهارده. بسم الله. انا هوريكم. خلاص انسبق. اخد مشوره يونس اشوف، يمكن يونس مش موافق على الاتفاق ده، يمكن لسه يونس عايز ينتقم. ما هو ما مشترك معايا، مش عاملين فيه مقلب زيي. اما اشوف رايه. يونس مقدور عليه، يمكن ليه راي تاني. اكلنا بقى وظبطنا نفسينا. خليني بقى اقول لكم بقى على المفاجاه اللي انا عاملها لكم. طبعا كلكم شفتوا المقلب اللي اتعمل فيا، والفيديو اللي انتوا تتفرجوا عليه النهارده ده مش هيتنشر غير بعد ما اخد حقي. الكلام اللي انا هقوله لكم دلوقتي ده ما ينفعش هم يعرفوا بيه. انا خرجت وسبتهم وقلت لهم خلاص كده حليب يا قشطه، لكن انا جوايا انا ويونس اتفقنا على ان احنا لازم نرد المقلب
اقوى من اللي هم عملوه ونخليهم يندموا على اليوم اللي يعملوا فيه مقلب فينا. فانا هسيسهم زي ما انتم شفتوا كده واقول لهم تمام ونكمل بقى اليوم معاهم عادي، طوحهم واقول لهم احنا خلاص بقينا حبايب، لكن الفيديو ده مش هيتنشر عشان الكلام اللي انا بقوله لكم دلوقتي ده هم ما يسمعوش بيه، فانا مش هنشره غير لما اكون خلصت المقلب اللي انا هعمله. هعمل فيهم مقلب يكرههم في الدنيا وما فيها، يندموا كده على اليوم اللي يفكروا فيه بس انهم يعملوا فيا مقلب تاني. كنا بنعمل مقالب خفيفه بسيطه، هم عملوا فيا مقلب صعب زي ما انتم شفتوا ودمروا العربيه، ولغايه دلوقتي العربيه نطفت ولكن ريحتها وحشه. فانا هندمهم على اللي هم عملوه. ماشي اتفقنا؟ يبقى الفيديو اللي انتوا بتتفرجوا عليه دوت ادام بتتفرجوا عليه اعرفوا ان انا نفذت المقلب، لان انا مش هنشره غير بعد ما اعمل المقلب. حتى لو تلاقيتوني اتاخرت اعرفوا ان المقلب كبير. هخش دلوقتي معاهم واقول لهم تمام ونكمل بقى شغل البيت والحاجات اللي انا قلت لهم عليها، واقول لهم خلاص ما نعملش مقلب في بعض تاني، لكن خليكم انتوا عارفين ان انا مش هسيب حقي، مش هسيب حقي، وهاخد افكار من اللي انتوا هتقولوها انزل على الانستجرام واخد رايكم، واكتر حاجه شريره هعملها فيهم. اتفقنا؟ يلا بينا. يلا انت هتقعدوا، احنا اتفقنا ان احنا بينا حبايب بس هنخلص شغل البيت زي ما اتفقنا. ماكل يونس وشغل الباقي على ماكل يونس. اشغل الباقي. يلا املي انت عليك العده، تلمي لي العده، وانت هات لي كمان الحاجات اللي هناك دي والبويه، وانت اعملي لي شاي عشان الاكل يتحبس. وانا شاي تخسيس. انت هتقعدي تطلبي وتتامري. النهارده ايه؟ واكله اكلتين، المفروض ان انت تصومي شهر قدامهم. والله المفروض لو عندي ده. خلصي اللي في ايدك، تاكلي يونس باشا وتقومي عشان تساعديني. هنعمل نقاشه للبيت كله زي ما انتم شايفين، البيت هيتنضف 100 100 100 100 وهم هيساعدوني. انا كنت هعمله لوحدي بس عقابا اليوم هيساعدوني. يعني انا ليك انت تقبل خلاص. انت هتصنفري. وبعد ما تصنفري تجيب الفرشة الصغيرة وتعملي بيها تحرير للمزانق والحتت الضيقة. تحرير. تحرير، اسمه تحرير. اللي هو الحتت الضيقة دي اسمها تحرير. ماشيين عارفين. يعني. تحرريها يعني كلام محررة. بدل ما حررك انا. انت تمسكي المقشة اي حاجة تقع على الارض تكنسيها عشان ما نوسخش البيت. وانت يا ندى بعد ما تعملي شاي جايبين احنا مشمع نغطي بيه العفش كله عشان العفش ما يبص. ويونس هيعمل ايه؟ يونس ده باشا يفضل قاعد كده اهو، يفضل قاعد. انا عمال ارضي فيه واسايس فيه عشان هو زعلان بس انا هرضيه. شايفين؟ مكتئب ازاي وزعلان؟ مش هسيبك تاني انسى. شفتي بقى؟ انت ام انت تاكلي كوارع وتسيبي ابنك من غير كوارع؟ ماليش في الكوارع. بس خلاص انا خدت لك حقك، خليتهم يعملوا البط وكلنا لوحدينا وانت بتاكل معايا اهو. ياكل من البط اللي احنا ذبحناه سوا يا جماعه. بصوا اهو يونس العسل. خلاص يا يونس زي ما احنا اتفقنا، احنا قلبنا ابيض وهنسامحهم. ماشي موافق؟ بس هو ايه لسه نفسه عزيزه متضايق، نفسيته لسه مش متظبطه. هشيل لك الستاير وغطي كل الفرش. لا مش عشان ما ندهولوش ونرجع ننضف تاني. شيل المسليه دي يا بلاي. افرضي انا. ايوه كده. الله ينور يا اسطى، الرجال كلها واقفه مستنيه الشغل اهو. اول حاجه بيعملها بيشيل وتخلص من الكلمات اللي متضايقانه. اول حاجه بدا بيها دي المكنه اللي كنت بقول لكم عليها. بصوا بتريح ازاي. بصوا هي عباره عن ان هي مكنه كده الجزء ده بيتحرك والصنفره تبقى راكبه كده، فبتصنفر بقى فتبقى اريح يعني. طبعا هتجيبي لي لبس غير ده؟ طبعا. ما عنديش عفريت اشتغل بيها، تجيبي لي لبس على حسابي. عيني ليك، ده بتؤمر. مش خلاص اترضينا وبقينا حبايب؟ حبايب بس لسه لغايه دلوقتي لسه جوايا برضه. لا احنا عملنا معاهده خلاص. خلاص اتفقنا. ماشي خلاص. وادي المعلم بقى خلص صنفره. الله ينور تسلم ايده. بص صنفر كل الكلام اللي كنا متضايقين منه خلصنا منه. يلا يا ست انت كمان بقى. بعدين الصبي بتاعه بقفل انا الحتت المفتحه زي ما قال لي كده وعلمني. وطبعا لازم شغلي يبقى مظبوط عشان ما يقلبش علينا المعلم بتاعنا. لازم ايه نسايسه طب ما يحسبناش النهارده يوميه. رايك يا معلم في الشغل؟ الله ينور. بس لو جيت شغال ولقيت حراميه وراكي بصي زي بصي الحراميه اللي انت تسيبي حته يعني اروح بص الظهر بتاعك ده اهو على دماغك. انت الصبي، الصبي بيتضرب. يا لهوي معروف. لا انا صبي ما بتضربش، انا شاطره وبعمل صح. ايوه خليكي كده ايه عندك ضمير في الشغل، ما تسيبيش زي الصناعيه اللي بنقابلهم. تعملي كده المزانق والحتت المزنوقه عشان نطلع شغل نظيف عشان نسلم الشغل ونتكل على الله. نروح افسحكم ان شاء الله. ماشي يا اسطى. هفسحكم فتحه جامده ان شاء الله. بكره نتيجه العيله تظهر الشهادات. مستنيه على فارغ الصبر. ربنا يستر يتشرفونا ويبكسونا. يا نادى بكره شهادتك هتطلع؟ ايوه. يا مسهل يا رب. استر يا رب. يا مسهل يا رب. وانت يا محمد انت كمان؟ يلا ربنا يوفقك. يا رب يفرحونا يا رب عشان حمدي خرجنا خروجه حلوه يا رب. ينسى اللي عملناه فيه تبقى عوض.
يا صباح الجمال، كلنا بقى دلوقتي رايحين بربطة المعلم، ظهرت النتيجة بتاعتهم كلهم، وهناخدكم معانا بقى علشان خاطر ايه نشوف لحظة التتويج، ويا ترى يا هل ترى يوم الامتحان يكرم المرأة او يهان. امكم فين؟ يا وفاق هو احنا رايحين فرح؟ ده عندي احلى من الفرح، ده النهارده شهيد عيالي ده هم خطوتين. بنعمل فرح النهارده ان شاء الله، انا متفائله خير. طبعا كلهم خايفين وانا اولهم، كلنا خايفين لان دي اول سنه دراسيه يمتحنوا ويذاكروا ويدرسوا باللغه التركي، والامتحان طبعا كان تركي، واكيد الامتحان كان صعب عليهم، فخلينا نشوف النتيجه. ندى وبلال ومحمد اللي بيصور فملهاش شهاده، فهناخدكم معانا ونشوف نتيجتهم مع بعض، وكل واحد هينجح هنعمل له مفاجاه ليه لوحده. خلاص مبروك للناس اللي نجحت وشهادتها طلعت. المهم بس ان اللي مش هينجح انا مش هبزعل منه خالص، انا هنفخه بس قصدي يعني هزعل منه بس شويه. ماشي، ولكن معاكم عذركم يعني نقضي المصلحه ديت ونجيب الشهادات ايا كانت النتيجه ايه، نيجي نكمل البيت. اكيد طبعا البيت مليان لسه دهانات وبتاع، عايزين نخلص ان شاء الله. بس نفرح الاول كده ونسقطك نشتغل بيه. افتح الباب يلا، ما تخلينا اسوق بعد كده هخبي المفتاح منك. انا حريفه في السوق اكتر منك، بس انت اللي مش مديني فرصتي. يلا يا عم بلال كالعاده بقى هنبتدي من الصغير للكبير، خليكم قاعدين مستنييني وادعي عبال ما نروح ونيجي. لازم تبتدي ببلال. ماله ده اشطر واحد في العالم، انا اللي انت شايفاه ده اشطر واحد في العالم، واتحداك ان هو اعلى درجات فيهم كلهم ان شاء الله. مالك قصك قوي ليه كده بلال؟ تربيتي ماشي عشان ما تزعلش. السنه دي اول سنه ليهم في اللغه. ربنا يستر. اتفضل يا باشا، اتفضل يا باشا، اتفضل اتفضل يا باشا. يونس ادعي يا رب يا بلال تنجح يا رب. يا رب يا رب نفرح يا رب يا رب يا رب كلهم ينجحوا. اوكي اوكي بلال نجح. كلكم بقى تقولوا البلان مبروك. مبروك دلوقتي الدور على محمد. يلا بينا على مدرسة محمد. يلا بينا. يلا يا معلم. قلقانة ليه؟ ده محمد ده بيلعب كرة بس لعب في الرجلين، لكن المذاكرة في المخ. أراهنك إن محمد ده هيجيب أعلى درجات فيهم هم التلاتة. وكمان أنا واثق من نفسي. يلا ادعي له قبل ما نيجي. ادعي يا يونس. محمد نجح يا جدعان، محمد نجح يا جدعان. الستة بتاعنا 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 بتاعنا، الستة بتاعنا 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 بتاعنا. هنشمر هنصايب هنضيع هنفرسك، تكشفنا هنقسك فانتاستيك. خليك قلبي بتاع عرفت البحر دي ولا لا، حتى انا عومت لبست مايوه يلا نغني شات شات شات. الستة بتاعنا 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 بتاعنا، الستة بتاعنا 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 بتاعنا. يلا كل يقول لي محمد الف الف مبروك كده. محمد وبلال نجحوا والدور على مين؟ الدور على مين؟ استر يا رب على الكبير. استر يا رب. يلا دلوقتي هنروح بقى على مدرسة ندى، خلينا نشوف بقى الشهادة الكبيرة بتاعت ندى. جاهزة؟ جاهزة يا حاجة؟ جاهزة. اوعي تقولي قلقانة، دي طبعا انا والله اكتر من اللي قبلهم قلقانة يعني. لا 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 ندى كل ما بتعلى كل ما بتقلق. لعلمك ندى هتجيب اعلى درجات فيهم هم التلاتة، انا متأكد. صح صح. يلا مع السلامة. السلامة المرة دي انا خايف بجد. انا يونس. استنى يونس ادعي ربنا ان هي تنجح. استنى يونس شكله متأخر قوي، ربنا يستر. يا نهار اسود شكلي في حاجة. وانا فرحان وبعد
انا فنان معروف انا جامد كروان منا والله العظيم اتخضيت. انا قلت اخوفكم العيله كلنا خايفين قلت لا ما بديهاش بعمل فيكم مقلب على السريع. كله يقول لي ندى الف مبروك ولمحمد الف مليون مبروك ولبلال الف مليار مبروك وكلهم طلعوا شاطرين. خروجه حلوه بقى فسحه حلوه. اه بس مش النهارده نخلص اللي ورانا. طب بكره ينفع؟ لا مش بكره برضو نخلص اللي ورانا. يعني ما نحددش موعد احنا نخلص اللي ورانا النقاشه والبيت ننضفه ونظبط الدنيا بعد كده نخرج ماشي؟ دلعنا. اه كده انتوا لكم عندي خروجتين. نتدلع. الخروجه اللي وعدتكم بيها امبارح وهديه النجاح برضو هتبقى فسحه كبيره جدا فاجئكم مفاجاه كبيره اتفقنا ان شاء الله ماشي انا مبسوط ومرضي الحمد لله مش عايز حاجه تاني انا عندي النهارده فرح يلا على البيت على البيت بقى نمسك ايه ايدينا في ايدين بعض نخلص البيت ونظبطه بعد كده ايه مفيش حاجه كده نشتغل بنفسه واحنا فرحانين اه ونصيف بقى نظبط البيت اه والصيف ده بتاعنا والصيف ده بتاعنا 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 تيجي زي ما تطلب زي ما تيجي نطلع رحلة نفضي دماغنا كله هيرقص على مزازيكي شمسية عشان حرام صورنا السيشن وانا فرحان مجموع ده مبين بس انا فنان معروف انا جامد في الرعاية يلا الحمد لله على السلامه ومبروك يا اولاد عايزين بقى ايه زي ما اتفقنا كده شطار شغل بالشكاح اه شغل بالشكاح بقى ما عندكوش حجه بس انت مهمتك اكبر ان انت تدلعنا بعد ما احنا نظبط البيت لازم تروق علينا انا عينيا ليكوا هدلعكوا اخر دلع انا بصي وعدتكم امبارح وعدت الناس ان انا اظبطكوا انا هظبطكوا التظبيطه الكبيره حلوه صراحه بتظبط اه اظبطكوا الاول اللي هي التظبيطه بتاعت امبارح اللي انا اتفقت معاكوا عليها ملهاش علاقه بالنجاح وبعد كده اظبطكوا التظبيطه بتاعت النجاح اتفقنا يعني هظبطكوا مرتين انا هظبطكوا تظبيط 100 عايزين نفرغ الشغل بقى عايزين نخبصه ما نخليش حاجه وراه بصوا البيت اهوت احنا امبارح خلصنا كل السقف بصوا الكهرباء عملناها اهوت وعملنا كل حاجه وفضلنا سهرانين لغايه الساعه 2 بالليل خلصنا كل المعجون هنبدا بقى صنفره ونغير اللون نظبط الدهانات الجديده ونظبط الدنيا نفرش يلا نفرش الفرش اللي فوق بصوا نظبط الدنيا على الاخر ايوه يلا غيروا هدومكم بقى يلا بلبس الفرح اللي انت لابسه ده هلبس لبس الشغل العبايه الجديده دي انا اللي جايبها لها على ذوق يعني انا كنا في المحل والله اول ما شفتها قلت لها خدي يا وفاء دي بتاعتك انا جايبه ستايل تاني ذوقي انا يعني عكسه تماما اه شايفين الجمال حلوه صح اه جميله اه انت محليها انا اول ما شفتها لا حسيت ان هي تنفع ليكي يعني هي بتاعتك انت انا ببقى حلوه في كل حاجه اه ما ينفعش واحده تلبسها غير صح يلا يا خيشه شفتوا بقى ان انا معايا حق في اللي هعمله فيهم ازاي مش احنا اتفقنا ان احنا هنشتغل سوا انا لبست هدوم الشغل اهوت عشان اكمل شغل النقاشه وشوفوا هم عملوا ايه وهم لبسوا المايوهات ونزلوا الميه يلعبوا عرفتوا بقى ان انتوا اندال عرفتوا ان انتوا اندال وما ينفعش معاكوا عهد ولا اي اتفاق تلعبوا ده مين هيخلص الشغل اللي جوه ده ناس ناجحه يعني انا اروح البس لبس الشغل واشتغل وانتوا هنا عمالين تلعبوا لي يا سلام ارفع ايده ايه وربنا انت ما عندكوا دم ماشي انا اروح اكمل شغل لوحدي وانا بقى ايه ليا كلام تاني ماشي خليكم براحتكم انتوا مش ماشي انا هوريك كده يبقى انا ايه عداني العيب
يبقى انتوا دلوقتي بقى تضغطوا لايك واستنوا الفيديو الجاي عشان هيبقى فيه مقلب للتاريخ. وانا فعلا معايا حق من اول فيديو انتوا شايفين ان انا فعلا كنت متفق معاكم قايل لكم ان انا هعمل فيه مقلب وما يستاهل. لو كانوا طلعوا جدعان كنت انا هغير رايي، بس زي ما انتوا شفتوا كده ما يبقاش بقى فيه لا شفقه ولا رحمه بعد كده. اتاكدوا ان انتوا تضغطوا لايك وسبسكرايب في القناه واستنوا الفيديو الجاي. يلا مع السلامه. انا هكمل انا شغل، انا هشتغل لوحدي. ماشي.